أيضا من أحد أهم هذه الخدمات هنا في موسم الحج، وأيضا طوال العام خدمات تقديم مياه زمزم، وأيضا الخدمات التي تؤدي إلى داخل أو إيصال الحجاج إلى داخل والمعتمرين إلى داخل الحرم المكي الشريف والحرم النبوي. للحديث حول ذلك معي هنا في الاستوديو مدير إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سيد أسامة الحجيلي، وأيضا نرحب بمدير إدارة الأبواب في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سيد محمد باتي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. ده معك سيد أسامة، أولا عن هذا الماء مع زمزم الذي ربما يكون مطلب لكل من يأتي إلى هذه المنطقة ويأتي قاصدا إلى زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، يكون مطلبا رئيسيا إما بالشرب بالسقيا أو أيضا أخذ هذه المياه معه في رحلة العودة. دعني أصحبك معي في جولة من لحظة استخراج هذا الماء المبارك من البئر إلى عودته إلى الزائر والقاصد في المسجد الحرام. طبعا ولله الحمد وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين مضختين هائلتين استخراج هذا الماء من البئر، ثم يرسل لمستودعات الرئاسة في منطقة كدي، من هناك يحصل فرز لتغذية المسجد النبوي عبر 30 صهريج يرسل يوميا إلى المسجد النبوي، يعود بعد ذلك إلى الحرم للتبريد، ومن ثم يوزع عبر 52 نقطة تعبية متناثرة في جنبات المسجد الحرام. من خلال هذه النقاط يتم تعبئة أكثر من 25 ألف حافظة لتوزيعها في جنبات المسجد الحرام والأسطح والساحات. أيضا ولله الحمد يوجد أكثر من 660 مشربية رخامية، يوجد أكثر من 352 خزان ستانلس ستيل مؤقتة توضع في الطرقات وأماكن مرور الحجاج أثناء دخولهم وخروجهم للمسجد الحرام. نعم سيد محمد، فيما يخص يعني الآن احنا نسلط الضوء على هذه الخدمة التي تقدم للحجاج، أنتم في إدارة الأبواب للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف تقومون بإدارة أكثر من 200 باب على حد علمي، أيضا لا يوجد ربما جهة خدمية تخدم مكان معين للزوار تتمتع بمثل هذه الكمية من الأبواب، كل باب لابد أن يتم خدمة الحاج والمعتمر فيه مثله مثل أي باب آخر. أيوة، نحن عندنا دخول الحجاج وسلامتهم والحفاظ على سلامتهم بعد دخولهم وتنظيمهم من جميع أبواب المسجد الحرام بتوجيهات من مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الأمين بتدليل جميع الصعوبات لضيوف الرحمن، وبمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام. فإدارة الأبواب تفتح دائما 210 باب، 210 عدد أبواب المسجد الحرام 210 باب، منها أبواب مخصصة للنساء ومنها أبواب مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومنها أبواب مخصصة لكبار السن. ومن مهام إدارة الأبواب الحفاظ على سلامة الحاج والمعتمر في الدخول والخروج والاطمئنان عليه. يعني بحد علمي لا يوجد مكان في العالم يتمتع بمثل هذا العدد الكبير من الأبواب وهذه الأهمية، بمعنى أنه أنتم في إدارة هذه الأبواب جزء من إدارة الحشود. نرى بعض الأبواب الآن في المسجد الحرام تغلق وقت الازدحام، وقت تزايد العدد الطاقة الاستيعابية في مكان معين تغلق، يتم تحويل المسارات من باب إلى باب آخر. أيوة، نحن عندنا تنظيم طال عمرك مع إدارات عدة، إدارة الحشود إدارة مستقلة عن إدارة الأبواب، إدارة الأبواب بحد ذاتها إدارة مستقلة عن جميع الإدارات، ولكن متعاونة مع الأمن العام، مع قيادة أمن الحرم، مع الحرس الوطني، مع الحج والعمرة قيادات الأمن العام، ومع قوات الطوارئ. فكل ما كان يعني ازدحام في منطقة معينة يتم إشعارنا من خلال عمليات الحرم وعمليات الرئاسة وعمليات الأمن العام، فيتم توقيفهم عن طريق الأمن العام. طيب سأتيك على يعني ربما إغلاق بعض الأبواب، البعض يعني بعض الحجاج يكون متضايق من إغلاق هذا الباب وهذه البوابة الرئيسية بسبب تحويلكم للحجاج حفاظا على أمنهم وسلامتهم، لكن خلينا نتكلم عن مياه زمزم الآن. أيضا بالأهمية الإشادة بتواجد هذه المياه على مدار اليوم، على مدار العام الحاج والمعتمر الذي يأتي للمسجد الحرام والمسجد النبوي يجد هذه المياه
توزع بالمجان كسقيا للحجاج داخل الحرم المكي والحرم النبوي طوال العام وفي كل الساعات. صحيح، الله يحفظك. يعني زي ما ذكرت لك أعداد الحافظات ولله الحمد، يعني بعض الأماكن مثلا يصعب إيصال هذا الماء المبارك فيها مثل صحن المطاف. لربما يتساءل بعض أنه صحن المطاف ما أشوف فيه حافظات، ما في ترامس، في كيف الإيصال اليدوي، كيف توصل الماء؟ صحيح، في حقائب ترتدى على الظهر سهلة الاستخدام، يستطيع التجول بها العامل عليها، يتم من خلالها إيصال هذا الماء المبارك للحجاج والعمار أثناء تأدية مناسكهم في صحن المطاف. كم لتر من مياه زمزم عادة في مثل هذا الموسم، موسم الحج السهل؟ والله تتراوح من يعني إحصائية أمس اليوم الجمعة أكثر من 2700 متر مكعب داخل المسجد الحرام فقط. المسجد النبوي وصلت إلى ممكن قرابة 900 متر مكعب. لكن الاستعداد طبعا يكون مختلف تماما مع بدء، يعني لربما من يوم الغد الآن نشاهد امتلاء الحرم المكي الشريف بتوافد الحجاج هنا إلى المسجد الحرام، يوم الغد أيضا يكون تواجدهم بشكل أكبر. أيضا مناط فيكم إيصال هذه المياه أو توفيرها على الأقل للحجاج في المشاعر المقدسة. صحيح، يتم توفيرها من خلال بعض نقاط التوزيع. أيضا من ضمن المهام توزيع هذا الماء من خلال زمازم موحدة لإيصال هذا الماء المبارك إلى الحجاج في مساكنهم، بمعنى أن الماء يصل إلى الحاج. نعم، بدلا من الطريقة التقليدية القديمة التي كانت لربما يعني يتم التعبئة من الأماكن القريبة من المسجد الحرام. صحيح، أيضا مشروع الملك عبد الله رحمه الله باستطاعة الحاج أن يتزود من هذا الماء إذا في عودته إلى بلاده. أيضا سيد محمد، لديكم أنتم في خدمة الأبواب لديكم آلية معينة بكل تأكيد في طريقة إدارة هذه الأبواب، منع الدخول أحيانا من أبواب تكون معتاد فيها الدخول إلى داخل المسجد الحرام حفاظا على سلامة وأمن الحجاج. أيوه، في ملاحظة أنت بتقول لهم إغلاق، لا تغلق أبواب الحرم في حين وصول الحجاج وتم فتحها، لا تغلق إلا بعد مغادرة آخر حاجة للمملكة العربية السعودية، ولكن اللي هو تنظيم الدخول. بالضبط، تنظيم هذا الدخول. ما قصدته، تنظيم يعني الدخول في وقت احنا سلامة الحاج تهمنا، سلامة الحاج تهمنا أكثر من أي شيء آخر. فالآن مثلا في باب الملك عبد العزيز امتلأ بالكامل، ما نستطيع أن ندخل، يصير تكدس وازدحام أو هذا، فسلامة الحجيج تهم الجميع عندنا في رأسة الحرمين. طيب، التعامل مع مختلف الجنسيات، مختلف الثقافات في مثل هذه الأبواب، ربما يعني تجدون أو لديكم طريقة معينة في التعامل مع مختلف هؤلاء الحجاج؟ والله نحن استعدادا يعني لموسم الحج نبدأ من شهر محرم ونحن نستعد للعمل للحج بإعطاء دورات لجميع العاملين لدينا في هذا بجميع اللغات، بتفهيمهم اللغات، بإعطائهم نماذج مثلا من اللغة الإنجليزية اللي تعاملوا بها مع الحجاج، الفرنسية، اللغة الأندنوسية، جميع اللغات يأخذوا عليها دورات. في دورات عندنا كمان للتعامل مع الحجاج وحسن التعامل، نحن شعارنا في استقبال الحجاج بالابتسامة والابتهاج، نستقبل كل زائر وحاج، وهذا وضعها لنا معالي الرئيس الدكتور عبد الرحمن السديس. نعم، طيب سيد أسامة، لربما مفهوم تواجد الماء بشكل كبير هنا في الحرم المكي وفي المشاعر المقدس، ولكن كيف يتم أيضا خدمة الحجاج الذين يتواجدون في المدينة المنورة؟ آلية توصيل هذه المياه بشكل مستمر وطوال العام تتواجد هذه المياه هناك في المدينة المنورة؟ والله الحمد، وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين أكثر من 30 صهريج على مدار العام بشكل 24 ساعة بالتناوب ما بين السائقين لتوفير هذا الماء بدون انقطاع. يوجد ولله الحمد خزانات في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفلات معينة بحيث أن الماء لا ينقص عن لفل معين بتزويد المسجد النبوي بجميع الاحتياج، وبل أنه ساعات يكون أزود من الاحتياج لدرك أنه لا يحصل الانخفاض في المناسيب في بالتالي تتواجد هذه المياه وتوزع بالمجان هناك. نعم صحيح، متناثرة نفس آلية التوزيع في المسجد الحرام.
عبر نقاط تعبئة وتوزيع على الحافظات ومشربيات وكذلك تواجدها في المدينة المنورة. ماذا عن المياه التي يأخذها الحجاج معهم في الخارج منذ يعني المواسم الأخيرة؟ بدأ تنظيم معين تأخذ يعني بعلب قابلة للشحن واستخدام في الطيران. هذه في المطارات وفر مشروع الملك عبد الله رحمه الله بتوفيرها عن طريق المطوفين أو هذه الطريقة، أنه يستطيع كل رئيس مجموعة أو مكتب بالتنسيق مع المختصين في المطارات لأخذ عبوة ذات 5 لتر لكل حاج قابلة للشحن. تكون معه بمعيته في الطائرة. نعم صحيح. طيب سيد محمد، أنتم في أيضا في هذه الأبواب، الأبواب ليست متساوية، بعضها تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضها بسلالم، بعضها تصل إلى الأدوار المختلفة. إيضاح هذه الأبواب، هل هناك تعاون فيما بينكم وبين المطوفين، بينكم وبين حملات الحجاج لكي يتم إفهام الحاج الذي يأتي إليكم مباشرة، تكون طريقة دخوله إلى داخل الحرم مفهومة تسهل للطرفين للحاج ولكم أنتم؟ توجد على كل الأبواب توجد لافتات إلكترونية لتوجيه الحجاج باللغات بعدة لغات، فبعض الأبواب تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ولها أماكن، وفي دارة اللي هي وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون معهم نوجههم إلى هذه الأماكن. والأدوار العلوية توجد سلالم كهربائية وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين عدة أماكن وسلالم كهربائية توصل إلى الدور الأول، إلى السطح، إلى سطح المسعى، إلى الطواف أدوار العدة كلها إن شاء الله، وعدة جسور من الشارع العام إلى وصوله إلى مكان الطواف والسعي. ماذا عن الأبواب التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ توجد عليها إشارات ولوحات إلكترونية توجه إلى هذا الشيء. حتى الأبواب العادية يوجد عليها لوحات إلكترونية من بعد يناظر الحاج فيرى إنه هذا الباب متاح الدخول، بدال ما يجي ويمشي لين يتقدم إلى المكان ويقول له ممنوع، لا، من بعد يرى اللوحة إذا كانت حمراء إنه هنا هذا الباب خلاص امتلأ، يتوجه إلى الأبواب الأخرى. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني أرجاء المسجد الحرام يوجد بها 210 أبواب، إذا كان هذا مغلق الثاني مسموح، الثاني مسموح زي كذا. نعم. سيد أسامة، هذه القدرة على توفير المياه طوال العام في كافة الأماكن المختلفة سواء في المشعر المقدسة أو المسجد الحرام والمسجد النبوي لابد أن تتطلب قوة عاملة ضخمة جدا. صحيح، ولله الحمد وفرت الرئاسة العامة لإدارة سقيا زمزم توجيهات معالي الرئيس العام قرابة 300 موظف ما بين رسميين ومؤقتين يتناوبون على مدار الساعة، وأوجه لهم جزيل الشكر لعملهم الرائع حقيقة، لولاهم لما وصلنا لهذا الحد ولما قمنا بتقديم هذا الماء المبارك من خلالهم لحجاج بيت الله الحرام. أيضا يوجد أكثر من 1600 عامل ومراقب ومشرف ومهندسين خاصين بالمقاول للعمل على هذا المشروع. إدارة زمزم جهة مشرفة على عمل المقاول على توزيع هذا الماء في جنبات المسجد. طيب أختم معك سيد محمد، لابد أن هناك يعني لديكم أنتم في إدارة الأبواب متطلب رسمي يعني رئيسي لهؤلاء الحجاج أن يتعاونوا معكم في حال التوجيهات المعينة، خصوصا يوم الغد وبعد الغد حينما يكون الحرم المكي الشريف ممتلئ والساحات الخارجية، التعاون الذي تطلبونه من قبل هؤلاء الحجاج. عدم حمل الحقائب أو المستلزمات توضع في الفنادق وأماكن سكنهم ويعطونا يعني ويجونا بيجي الحاج بمفرده عشان نقدر نخدمه، لأنه نقدر كمان نهيئ له مكان للصلاة، ونحن ما وجدنا هنا إلا لخدمتهم يعني لخدمتهم، وشرف لنا خدمة الحاج والمعتمر وسامه شرف لنا. نعم، شكرا لك سيد محمد باني مدير إدارة الأبواب في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضا الشكر يمتد إلى المهندس أسامة الحجالي مدير إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كنتما ضيوفا معنا في هذه الفقرة، شكرا لكم. شكرا. شكرا.